السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اليوم غادي نتقاسم معكم هذا ليكيش او لا قوالب ليكيش اللي ليكي عاليين ما كيجيوش نازلين يعني ما كيهبطوش في الطياب ديالهم هاد العجين هذا ديال ليكيش كيش ما فيهش الزبده وما فيهش البيض يعني بدون بيض وبدون زبده ولكن النتيجه ديالو اكثر من رائعه يعني كيبقى محافظ على الشكل ديالو كيف ما درناهم كيف ما غادي يبقاو ان شاء الله خليكم معايا اخواتي من الاول حتى الاخير العجين كيجي منسم من السم تيجي اكثر من رائع كيف كنقولوا وبالنسبه لهاد القوالب هادو كنحتاجوهم يعني بكثره والعجين كيخرج لنا كميه كبيره وممكن اننا نضاعفوها خليكم معايا اخواتي من الاول حتى الاخير ونشوفوا اهم النصائح باش نحصلوا على عجينه اللي كتجي غزاله ان شاء الله هاد اللي كيش هذا كنحتاجوهم يكونوا حاضرين دائما ونغيروا بهم وبطبيعه الحال غادي نشوفوا حتى الطريقه الصحيحه لتخزين ديالهم بالنسبه للعجين غادي نحتاج ليه نص كيلو ديال الدقيق أو رطب اولا الدقيق الخاص بالحلويات بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش العبار او اللي ما عندهمش الميزان هاد السطيله هادي ولا هاد الطويصه هادي اللي كيكون فيها العسل او كتكون فيها مطيشه معلبه او كيكون فيها المربى اولا كيكون فيها الحليب المجفف ديال الوليدات الصغار راكم كتعرفوا المهم هاد السطيله هادي فيها هاد القياس هاد القياس كياخذ كي لينا نص كيلو دائما نخليوها في السطيله ديالنا ديال الطحين ونبقاو نعبروا بها نص كيلو تجيكم سهله يعني هادي حيله دائما عندي انا اولا فكره بغيت نتقاسمها معكم بالنسبه للدقيق كنضيف ليه معلقه كبيره ديال الحليب مجفف ونضيف معلقه صغيره ديال السكر هاد القوالب ديال الكيش بطبيعه الحال مالحين ما غادي نحتاجو الملح وباش غنسمو هاد العجين عندي شويه ديال السودانيه او الشطه وغادي نحتاج حكه ديال الزعتر كيجيو من السمين وكيجيو غزالي غادي نضيف شويه ديال الثوم بودره كيف ما يمكن لكم تستغناو عليها الا ما متوفرش ماشي مشكل تكتفيو بشويه ديال الزعتر غادي نخلط النواشف مع بعضياتهم وغادي نضيف نص كاس ديال زيت مخلطه ما بين زيت الزيتون زيت وزيت المائده كنرمل المكونات مع بعضياتهم يعني الدقيق مع هاد يعني الاعشاب المنسمه اللي هي الزعتر معها شويه ديال الثوم بودره مع شويه السودانيه والزويته مليحه وشويه ديال السكر يعني مع الرص ديال معلقه ديال السكر غير باش كيتحمروا لينا وكيجيو اللون ديالهم زوين على العموم حتى داك شويه ديال السودانيه اللي كنديرو اولا الشطه حتى هي كتعطيها واحد اللون زوين كان معك يعني ضروري اننا نلبسو الدقيق بهاد الزيت كي قلت بدون زبده وبدون بيض والنتيجه ان شاء الله غادي تكونوا راضيين عليها بعد ما كنلبسهم يعني الدقيق مزيان كنلبسوه مزيان عطيه وقيته انكم كاع حبيبات الدقيق يتقاسوا بالزيت غادي نبدا نضيف الماء من الروبيني يعني عادي من الروبيني والماء كنضيفوه شويه بشويه ما كنزعموش ما يكونش كثير في نفس الوقت شوف ما كندلكوش بغيت نقول لكم شوفوا يعني ردوا البال انني راني ما كندلكش غير كنجمع فيما البلايص اللي نلقى فيها باقي الدقيق مجموع كنرش شويه ديال الماء وكنبقى برؤوس الاصابع كتشوفوا ان العجينه راه قابطه في اليد ديالي ومع ذلك ما غاديش نحاول انني نعجن كيف كنقولوا خاص العجين يبقى وخا يبقاو فيه دوك الطريفات باينين مع بعضياتهم هذا هو الهدف ديالنا من هذه العجينه والنتيجه كيف قلت غادي نتحكموا عليها ان شاء الله كنحيد داكشي اللي عندي في العجينه في يديا باش تبقى لينا العجينه مرمله ما كندلكوش غير كنحاول انني نجمع دوك الطريفات ديال العجينه صافي العجينه ديالي هي هذه ما غاديش نزيد الماء غير غادي نحاول نلمها كيف كنقولوا بيديا نبقى مره مره كنجمع فيها وما كندلكهاش غير بهاد الحركه هذه صافي وخا يبانو لكم الطريفات وخا لكم العجينه باقا ما مقداش صفي صافي كنحاول انني نسرحها غير واحد شويه على هاد الشكل بالمدلك وغادي نديرها في بلاستيك غذائي الا كان الجو ساخن دخلوها للثلاجه تقريبا واحد ربع ساعه بيد ما توجدوا الطويصات ديالكم اللي غادي نديرو فيهم هاد لي كيش كان الحال برد راه غتخليوها غير فوق طاوله العمل وتبداو الخدمه مباشره يعني هذا العجين هذا ما غاديش اننا ندخلوه للمجمد ولا نطويوه ولا كيف كنقولوا ندخلوه نخرجوه للثلاجه لا غير الا كان الحال سخون ديروها في الثلاجه هكا باش الزبده تبقى قابضه في راسها صافي ندوز عفوا ندهن القوالب بالنسبه للقوالب اللي توفر الاشكال اللي توفرت لكم وبالنسبه لهاد القوالب متوفرين وموجودين في الاسواق والثمن ديالهم زوين غير تخيلوا تخيلوا <applause> اختاروا بلا ما نحذف هذا المقطع اختاروا نوعيه زوينه ونوعيه اللي هي مزيانه كتبقى لكم تخدموا بها اه كيف كنقولوا هذا العام والعام المجله طول لنا ربي العمر يعني دائما نختاروا المعدن اللي هو زوين وصحي بالنسبه لينا كيكون واحد النوع اللي غير كيتغسل وكيصدي هذاك ما عندكم ما ديروا به المهم تخيلوا <applause> ان يكون عندكم قوالب زوينين كتخدموا بهم وتعاودوا كندهنهم بالزبده وكنرشهم بالدقيق وكنخليهم على جنب وكنمشي نجيب العجينه ديالي كي قلت ربع ساعه كتكون كافيه وشوفوا معايا العجين ما شاء الله كيفاش داير ما كيتقطع ما والو كيعطينا الطوع اننا نسرحوه كيف ما بغينا دائما بالاستعانه بشويه ديال الدقيق يعني كنرش شويه ديال الدقيق وانا كنبقى نطلق في العجينه ديالي تكون مرتاحه وكتعطيني الطوع نخدم بها كيف قلت كيف بغيت وكنشكلها كيف بغيت ونقلبوها كيف بغينا شوفوا معايا وبالنسبه لذاك الزعتر كيجي باين فيها ما شاء الله خصوصا الا كان عندكم شي زعتر ومصايبينو على يديكم مكرمينو على يديكم وفيه النكهه ما شاء الله قويه وانا بالنسبه ليا حتى السودانيه راني طحناها على يديا شوفوا معايا العجينه هذا هو القياس ديالها ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه بزاف صافي كنجيب القوالب ديالي وكنستفهم وكنرمي عليهم العجينه كلها كيف كنقولوا دفعه واحده وما كنزيروش يدينا في العجينه رخفوها باش تهبط لينا في الوسط معايا اكثر بهذه الطريقه اللي كنحاول انني ندخل فيها العجينه وكناخذ المدلك وكن يعني كن كنطبع <applause> كندوزو فوق منهم كاملين ممكن ديروا غير بالكف ديال يديكم وحتى هاد العجين اللي كيتبقى ليا ما كنضيعوش وما كنعاودش نجمعو كنستافد من دوك الطريفات على الاقل كنلحمهم مع بعضياتهم باش نستافد منهم ونكملو القوالب اللي عندنا اكيد غيتبقى لينا العجين يعني فهاد يعني العجينه اللي كتبقى لينا كنعاودوها بطبيعه الحال ما كنضيعوهاش غير هو كنحاول نبدا بهذوك الجنيبات اللي شاطو ليا ما كنضيعهمش وبهذه الطريقه شوفو معايا كنضغط بالكف ديالي ديال يديا وكنخرج واحد القالب سواء مدور او هاد هذا هذا اللي كيكون مربع يعني هما فيهم اشكال متنوعه وكنحاولوا اننا نغيروا فيهم يعني ملي كنشكلهم كنحاولوا اننا نغيروا فيهم مره نديرهم مدورين مره مربعين بالنسبه للعجينه اللي تبقات ليا كنجمعها وما كندلكهاش غير كنحاول انني نجمعها بيديا ونديرها في بلاستيك غذائي غير واحد شويه ونعاود نطلقها بنفس الطريقه بالنسبه لهاد القوالب كيف قلت راهم ما كيهبطوش يعني كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم ما كنحتاجو اننا نديرو لهم لا حمص لا لوبيا لا نتقلوهم لا نديروهم في المجمد لا والو هادي العجينه اللي عاود تشوفو معايا مكن حتى هي ما كنضيعو حتى فريت حتى في هذه العجينه كنبقى نخدم وانا كنعاود يعني العجينه حتى الآخر نقيطه او فريتا كيف كنقولوا بهالطريقة الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا هكا باش كنعاود العجينه يعني ما كندلكهاش حتى كنسالي وغادي ناخذ الشوكه اولا فورشيت وغادي نتكها كامله يعني نديرو فيها ثقوب باش ما باش ما لينا العجينه وكتجي كانها العجين المورق كتجي مورقه هاد الوقيته كيكون عندي الفرن ساخن يعني كننتقبهم كاملين و كيكون عندي الفرن ساخن كنجيب الطاوه ديالي و كنستف هاد القوالب وغادي ندخلهم بما انني عجنت هاد العجنه في البلاصه عاود كانت عندي آه الاناء يعني السوبيرا اللي عجنت فيها وكل شيء محطوط عاودت العجنه ديالي المره الثانيه باش هكا منين غادي نخزنهم نخزن واحد الكميه اللي هي مهمه وانا كيف كنقول واقفه واقفه اللهم نقضي الغرض ونوجد الخير والبركه في هاد القوالب شوفوا معايا الكميه الاولى والعبار الاول اللي عطيتكم ديال نص كيلو ديال الدقيق كيخرج هاد الكميه هذه اللي عندي وهنا كنبين لكم انها كتجي فويتي كتجي مرقه وكتجي عاليه يعني ما كتنزلش الشكل اللي حطيناه في القالب هو اللي كان كنحصلوا عليه اولا النتيجه ديالو النهائيه هي اللي كتكون ما كنطيبوهمش طياب كامل يعني ما كنحمروهمش لاننا كنكونو محتاجين غادي نديرو لهم حشوه اولا كن يعني كنحتاجوا نطيبوهم مره ثانيه مع الحشوه والحشوه بطبيعه الحال كتكون طيبة لهذا كنطيبوهم نص طيبه كنخليهم حتى كيبردوا وغادي نشارك معكم الطريقه ديال التخزين ديالهم اللي هي الطريقه الصحيحه شوفوا معايا هادو اللي كيكونوا دايرين حتى هما كيجيو غزالين كيجيو فنين هادو صغيورين وكي قلت لكم انايا جمعت الاولين وجالسه في نفس الوقيته كنصايب الكميه الثانيه باش هكا منين كنخزن كنخزنهم في دقه واحده وما كنبقاش كل مره نجبد هاد القوالب هادو بنفس الطريقه كنتكهم يعني بالشوكه والفران كيكون عندي سخون يعني اه في نفس الوقيته صافي كندخلهم باش يكملوا اه باش يطيبوا ونص طيبة كيف كنقول الطريقة الصحيحة باش كنخزنوهم هي في العلبة وشوفوا معايا اللون ديالهم كيفاش كيكون اللون محمر كيجي فيهم واحد اللون غزال والمذاق ديالهم كيجيو منسمين كيجيو فنين ما كيهبطوش يعني كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم المكونات بساطين كي شفتوا معايا ما فيهم شي حاجه كثيره نص كاس ديال زيت مخلطه ما بين زيت الزيتون وزيت نباتيه وعندنا نص كيلو ديال الدقيق والخير والبركه ونسموهم باش ما قسم الله وهكا مرة مرة منين كيف كنقولوا نوقفو مرة نديرو عجينة ديال البطبوط مرة وحدة مرة نديرو ديال البيتزا مرة وحدة مرة نديرو هاد القوالب ديال ليكيش وهكا نتهناو باش ماشي كل مرة كنبقاو جابدين ديال العجينة ديالنا المهم هو أننا نخزنوهم بالطريقة الصحيحة وهادو كينفعو خصوصا الأخوات اللي هما يعني عاملات أولا الموظفات أولا ملي كيكونوا جايين عندنا الضيوف نلقاو كنقولوا نلقاو ما نحطو الطريقه الصحيحه هي العلبه او لا البواطه لان هادو ملي في بلاستيك غذائي ملي كنديروهم في المجمد شي كيبقى فوق شي لهذا كي كيف كنقولوا ممكن كيتهرسوا بطبيعه الحال كاين الاخوات اللي ما عندهمش المجمد اللي كيكونوا فيه العلب او لا عفوا ما كيكونوا فيه دوك المجرات اللي كنحطوا فيهم كل حاجه بوحديتها لهذا كنديرهم في علبه بحال هكايا كيكون احسن انا احسن طريقه بالنسبه ليا فهاد القوالب ديال ليكيش اولا القوالب ديال الا كانو البيتزا درناهم فهاد الطويصات احسن حاجه لان كيكونوا عندهم جنبات عاليين احسن حاجه هي العلبه صافي غادي ندير لا بلاستيك غذائي وغادي نغطيها وغادي ندخلهم المجمد وهكا كيكون عندنا القوالب ديال الكيش كنتمنى اخواتي الاقتراح اللي شاركت معكم هذا النهار يكون نال استحسانكم انني طولت عليكم شويه في الهضره ولكن كنبغي نوصل لكم الطريقه باش كنخدم الفيديو ديالنا هنا يا سالة خليت لكم الراحة والهنا وراحة البال دمتم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما تنسونيش أخواتي فضلا من واحد لايك وتعليق من تعليقاتكم الزوينة المحفزة لإعطاء المزيد بارتجوا الوصفة مع العائلة والأهل والأحباب ولكم الأجر